في الفيديو ده حنلعب لعبة MM2، لكن حرفيا يا شباب حنجلد التيمرز والحبيبة والمرتبطين في لعبة MM2 باستخدام طريقة التخفي يا شباب. هتقول لي يا مازن هتختفي ازاي؟ هتروح تدخل ال MM2 العربي وتعمل انفيزبل؟ لا يا شباب، كل حاجة هنعملها في المبدأ. هنعمل بقى ازاي يا شباب بالطريقة دي؟ هتقول لي مازن هو ايه اللي حصل ده؟ حرفيا يا شباب يعني زي ما انتم شايفين انا ببقى مكتفي اول ما ببقى واقف، يعني مين قصدي لما بمشي برضه اكون مختفي، لكن لما نط بيظهر هذا الشيء. فطبعا يا شباب الفيديو ده هيكون جامد جدا، فطبعا قبل الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، وطبعا يلا بينا على طول نجلد التيمرز. اوكي يا شباب، زي ما انتم شايفين دلوقتي دخلت سيرفر عام وبدانا اول راوند. طبعا زي ما انتم شايفين يعني سكني مش باين تماما، وخصوصا لما بمشي بسيط. طبعا لما بمشي بسرعه بيبان بس رجلي كده شباب، بيبان رجلي بس يعني دلوقتي شاب يعني مش باين خالص السكن. طبعا برضو شاب لما بنط كده بيبان جدا 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 يعني، لكن طول ما انا ماشي مفيش اي مشكله شباب، طول ما انا ماشي بطيء كمان مفيش اي مشكله خالص. اوبا قاتل هنا شاب، قاتل ده القاتل شاب. هفضل واقف هنا واشوف هل هو يقتلني ولا لا شاب، هل حقتني ولا لا القاتل. اوكي هو عدى عليا عادي يعني، هو مش ما قتلنيش، فدي حاجه حلوه جدا. يو برو 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 هيز انسايد هير. مش عارف يا شباب هو مفعل فويس شات ولا لا. يا انسايد يو كان دو ات. بقول لشباب الواد يروح يقتله عشان القاتل جوه، فبقول للواد يقتل الواد من جوه. ايوه بقى. ايوه شباب، اول راوند ساعدنا الشرف بالادمن. البنت بتقول لي انفيزبل. جامد قوي. ليش يا رب ليش؟ جامد والله شباب، جامد قوي والله. السكن الانفيزبل ده جامد قوي والله. طبعا هغير السيرفر بقى كل شويه عشان يعني فاهمين قصدي ما يعرفونيش يعني. في واحد في الشات بيقول اشتركوا عشان مازن يوصل 300,000. اشتركوا حالا يا شباب، اسمعوا كلام بيبو ميزو. ايه الاسم ده يا اسطى؟ بس اسمعوا كلامه يا شباب. موقع بلوكس كارت، موقع حرفيا بيديكم اسلحه في لعبه MM2 والعاب ثانيه كتير جدا، وحرفيا في عرض جامد جدا جدا انك لو استخدمت الكود بتاعي هتاخد خصم 20%، وطبعا ده زياده عن اي منافس تاني. وحرفيا في 5 دقائق بس تقدر يكون معاك سكينه او مسدس احلامك في لعبه MM2، وطبعا في دعم فني شغال 24 ساعة، ومعظم الاوردرات بتخلص في وقت اقل من 3 دقايق حرفيا. اوكي يا شباب غيرت السيرفر والناس باصين لي، بس تقريبا يا شباب الاثنين دول تيمرز. فيابا شباب دي بصت لي قوي يعني، قعدت تبص قدامي كده مش عارف ليه، يعني عايزه مني ايه يا بت؟ عايزه مني ايه؟ عملت لك ايه يا اختي؟ يا شباب هي دي قعدت تبص لي كده مركزه قوي معايا. ايه ده السيرفر ده كله مفعل الفويس شات؟ يا حلاوه يا شباب، يا حلاوه يا حلاوه. دي شباب تقريبا دي والبنت اللي شعرها نفس اللون بس بيربل، نفس شكل بس بيربل، هما تيمرز تقريبا. انا مش عارف بس شفت اتنين سكيناتهم شبه بعض. هو ليه كلهم ايمو؟ ناس ايمو هنا كلهم ايمو بجد. استنوا هنا دي جايه لي. استنى يا شباب ايه ده؟ ربنا يستر يا بنت، ابعدي عني يا بنت. برو جو اواي شي سو. او ماي جاد، ام ديد. البنت وقفت قدامي ليه؟ 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 Why? That cause of you? This sub. Hi. Welcome. بت دي سب وقفت قدامي. الله يسامحك يا شيخ. دلوقتي هتقول لي عايزه تعمل تريد عشان تاخد البتاع اللي معايا دي. اوكي شباب دخلت زي ما انتم شايفين دلوقتي. ايه دول؟ دول عاملين ايه المشية الرومانسية دي؟ ايه ده؟ ايه يا اخواتي في ايه؟ يا اخواتي ايه يا اخواتي؟ دي روبلوكس يا اخواتي. يا نهار ابيض. شكلهم اطفال اصلا. انا شرف، انا اول ما دخلت السيرفر ده انا شرف، انا محقق. حلو جدا شباب. الشرف ده حاجه حلوه جدا زي ما انتم عارفين يعني. نقدر نكسب ان شاء الله يا شباب، نقدر نكسب. طبعا شباب مش عايز اقول لكم يعني انا صورت الفيديو ده 3 مرات تقريبا، لانه مره كل مره كان بيحصل مشكله، مره كان الفيديو وحش، ومره حصل مشكله في الصوت، ومره حصل مشكله في الفيديو. ويا نهار ابيض ده القاتل بيحصل بيعمل ايه؟ ده القاتل قتل 500 واحد مره واحده. لا 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 يا لهوي. يا مراري يا مر... ازاي ولا ازاي؟ اوكي بنت شكلها عندها 5 سنين والله. انا كان يهمي ام بيتر جريفن. انا بعمل كانت هير بيتر جريفن. اوكي يا شباب دلوقتي دخلت قدامي تايلا وسلطان. ايه ده شكلهم يا شباب قبل تايلا وسلطان، وقدامي زكريا كمان، وقدامي اسماء كلها عربيه تقريبا. اوكي شباب زي ما انتم شايفين دلوقتي دخلت راوند تاني، وفي هنا القاتل تقريبا جوه في البيسمنت ده وعمال يقتل في الناس صراحه، وخايف جدا ان انا اطلع يعني. فيا شباب يلا بينا نطلع بالراحه 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 كده.
اوه ده قاتل شايل معاه اي سوينج، يعني ما اقولكمش هيت بوكس مرعب طبعا. انتوا عارفين طبعا اي سوينج وحلاوه الاي سوينج. استنى اقف كده هنا عشان ايه لو الهيت بوكس حتى ما يوصلنيش، فاهم قصدي؟ عشان مش عايز يجي لي ويموتني. ممكن استخبى هنا مثلا. اوكي استخبيت كده شاب، اظن مش باين خالص. اوكي انا كده مش باين تماما يا شاب، كده مستحيل اعرف ان انا في حد هنا. طبعا دي حاجه جامده جدا. اوكي جامد جدا يا شاب، زي الفل. اظن هيجي يقتل الواد ده، مش هيقتلني. اوه ده لا الواد اهو. اوكي يلا بينا. تظن مين هيكسب يا شباب؟ صاحب الايس سوينج اللي هو هيد بوكس مرعب، ولا المحقق اللي ورا اللي عمال يضرب في صاحب الايس سوينج اللي هو الهيد بوكس المرعب؟ اي انا بنت ولا ايه؟ رب ما كان رب ما يكون شافني. اوبا ده قتل الواد اللي معاه البتاع ده. استنوا كده هحاول اروح اجيب يا شباب اسمه ايه ده؟ المسدس. يا رب يا رب ربنا يستر ربنا يستر. اجري ربنا ينصر ربنا ينصر شباب، والله خايف. ليتس جو ليتس جو. جامد جامد والله جامد. كان ممكن على فكره يخسر ايه يكسب خلاص، بس طبعا جمازن اللي انقذ اليوم وخلى الانسنس يكسب. شباب انا جامد جدا يا شباب والله، مش طبيعي يا شباب والله، مش طبيعي مش طبيعي والله. بقى لي اربع سيرفرات بدخلها بدور على ناس متيمين مش بلاقي، يعني روبلوكس ام ان 2. دي ده صح، ده متيم مع بنت. رب شفت بنت. ده ايوه البنت دي شاب. دول تقريبا شاب الاثنين دول تيمرز، اللي هو داف فريز والبنت الثانيه دي اللي اسمها كيكي. كيكي دي لاف مي، البنت اللي اسمها كيكي. فيب روح يا ابني اقعد مع، روح اقعد بنتي اقعدي مع خطيبك. خطيبك ايوه يا عم، يعني اللي عندك جيل فريند. ماشي الواد جوه اتقتل او جيل فريند اتقتلت. الواد خايف يعدي من عندي. متخافش يا عم عليك. اوبا ايه ده؟ يعني في مليون واحد محترف يعني عدى عليا، فاهمين قصدي؟ وما شافنيش، لكن دي راحت قتلتني في الاخر النوبه. في واحد شاب من متابعينا شاب بعت لي انفايت ان انا ادخل معاه، فيلا بينا على طول ندخل معاه. ممكن يديني هديه، ممكن يديني الروبوكس. فيا شباب عايزين احنا مليون روبوكس. ايه ده؟ هو خرجني. ماشي يا شباب يلا بينا ندخل مع المتابع دلوقتي، يلا نشوف هيقول لنا ايه. معاه فويس شات ولا لا؟ ما شاء الله سيرفر ما فيش اي حد معاه فويس شات فيه. حاجه قمه الحزن يا شباب، حاجه قمه الحزن. ماشي عايزين يا شباب نجلد المتابع ده، فاهمين قصدي؟ تقول لي ليه؟ اقول لك ما اعرفش، بس لينا نجلدوش، فاهمين قصدي؟ فينه فينه؟ بيقول اسمه راني، بيقول لي منور. بنورك يا عم راني، بنورك. وبعت لي نقطتين ما اعرفش ليه، بس ماشي. انا يا اما هجلده يا اما هخرج وادخل سيرفر فويس شات واجلد الناس في سيرفر فويس شات. هتقولي مثلا انت ازاي بتعرف ده سيرفر فويس شات ولا لا؟ على حسب شباب الناس دول معاهم روبوكس ولا لا. الناس اللي معاهم روبوكس هم اللي بيكونوا معاهم فويس شات. هتقولي ليه؟ اقول لك معرفش بجد والله. اوكي يا شباب انا انسنت، لكن برضه ده مش معناه ان انا هجلد المتابع. فيا شباب يلا هنحاول نجلده، معرفش ازاي بس ماشي يعني. يلا شباب يلا بينا يلا بينا نمشي بالراحه 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 كده. طبعا ده هنا ده متابع. هو ده ماشي. ابعد عني ابعد عني. هو شكله عارف اللي هو انا اصلا، بس ماشي. كاتب في الشات كاتب ايه؟ كاتب ايه ده؟ بيقول لي ايه ده؟ مش هقول لك ايه ده يا عم، ايه عليك؟ ده سر حربي، ده سر عسكري، مش هقول لك اكيد. الله جامد. بص لو عامل كده بيبقى شكلي غريب، بيبقى شكلي غريب قوي والله. بص تقريبا شاب لو حد بص من هنا اصلا هيبقى بص يا شاب انا تحت بقى منظري عامل ازاي؟ شكلي عجيب والله، خصوصا في المبدا لان هو بيبقى طوابق، فشكلي بيكون غريب جدا بجد. فيا شباب يعني بصوا حتى لو قعدت كده رجلي تبقى قدام بالمنظر ده، والله شكلي مضحك قوي بجد والله. والله شكلي غريب جدا، اخد راحتي وزياده. الواد شاف المنظر ده راح لف تاني، الواد خاف. والله منظر غريب قوي بجد، الكل ملفوف حوالين رجلي. والله مش قادر. يلا يا اخواتي مالها رجلي مالها رجلي زرافه. انت مالك يا عم؟ ابعد سيبني استريح براحتي. الله سيبني اخد راحتي يا عم. لا مش هاخد راحتي، سلام عليكم. استنوا كده بس كده. طب والله مستخبي في مكان استراتيجي. طب حد يقدر يشوفني كده دلوقتي؟ والله بصوا حتى الايتمز بتاعتي كلها لونها اخضر، يعني معايا الهارفستر وبتاع التانيه دي كلها لونها اخضر، فحرفيا ما حدش شايفني. فطبعا دي حاجه رايقه جدا يا شباب. عقبال بس ما لا ايوه المسدس هنا، المسدس هنا. اظنه هينجح ولا لا؟ انا ما اظن الصراحه. انا اظن النوب ده محترف شويه، لو دخله انا هطلع بره مره الميه دي. اوه ده قتله.
مستخبي هنا الحيوان. مش هطلع صراحة شباب، مش هطلع. انا جامد قوي. لحا ليتس جو فنان. اللعبة لعبتي، اللعبة لعبتي، دي لعبتي اصلا، انا اللي عملت اللعبة دي يا جماعة الخير. طبعا شباب كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، فرابوا كل الفيديو عليكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، وبس يا شباب سلام.